تبدأ قصتنا في المدينة الثقافية التي تبني جسور التواصل بين الشعوب والحضارات في الشارقة، والتي تجمع التراث العلمي العربي والإسلامي لإحيائه وصيانته وترجمته ونشره وتقديمه للباحثين بكل يسر وسهولة. ومن هنا جاء الملتقى الدولي بعنوان إعادة التفكير في مستقبل الفنون والتراث الإسلامي، والذي نظمته مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين التابعة لجامعة الشارقة ضمن أنشطة ملتقاها العلمي الدولي السنوي، والمكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية آيكروم الشارقة في إطار برنامجه الدوري الملتقى العربي للتراث الثقافي. هذا الملتقى يعد من الملتقيات المهمة لإعادة التفكير في الفنون الإسلامية وفي التراث العربي الإسلامي، وبالتالي هناك دعينا عدد من العلماء المعروفين، أحدهم من كامبريدج والثاني من بوسنة والهرسك، وبعض العلماء والمؤرخين الذين موجودين في الوطن العربي، يعطينا الفكرة الرئيسية وكيف ننظر إلى المستقبل لتراثنا وفنوننا الإسلامية بالشكل الأكاديمي العلمي الموثق، بإعادة التفكير في التاريخ ثم التفكير في المستقبل. اليوم كان اليوم الأول للملتقى المهم. في خلال جلساته الأولى كان عندنا متحدثين مهمين جدا، وهو الدكتور أحمد بول كيلر والدكتور أمير باسج. تحدثوا عن أهمية التراث الإسلامي وتجربة الإسلام والعمارة. وخلال الجلسة الثانية تطرقنا لمستقبل التراث في دولة الإمارات بشكل محدد. ناقش الملتقى في جلساته الموروثات الفنية والمعمارية الإسلامية في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى استعراض الخبرات النظرية والعلمية لاستكشاف الطبيعة المتنوعة للفنون والتراث الإسلامي. حماية التراث الثقافي العربي والإسلامي ودمج مكوناته النظرية والعلمية في المنظومة التعليمية والإعلامية الحديثة لتوسيع مجالات التعرف على تاريخه الثري وفهمه وتقديره باعتباره قاسماً إنسانياً مشتركاً خدم الحضارة الإنسانية، وليؤسس قاعدة معرفية للتواصل والتثقف. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات اللي وصلنا من خلالها إلى آخر فقرات حلقة الليلة، وللحديث عن مشاركة مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين في جامعة الشارقة في الملتقى الدولي تحت عنوان التفكر في مستقبل الفنون والتراث الإسلامي. يسرنا الترحيب بضيوف الاستديو الأستاذ الدكتور مسعود إدريس، وهو مدير مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بجامعة الشارقة، والدكتور أحمد سكر الأستاذ المساعد بكلية الهندسة في جامعة الشارقة. مساء الخير، حياكم الله معنا. حياكم يا أهلا وسهلا دكتور مسعود. يعني سأبتدي معك بالتحديد، كيف ولدت هذه الفكرة، فكرة الملتقى الدولي تحت عنوان التفكر في مستقبل الفنون والتراث الإسلامي؟ أولا أشكركم وأشكر صاحب السمو شيخ سلطان، شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس الإعادة وحاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، لرعايته لهذا الملتقى الدولي. وأيضا أشكر سعادة الأستاذ الدكتور حميد النعيمي مدير الجامعة الشارقة، نعم، الذي يشجعنا كل مرة إلى الفعاليات مختلفة. والفكرة ولدت، نحن في مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين نقوم في السنة مرتين ملتقى الدولي، ملتقى العلمي الدولي في شهر الأبريل وفي شهر أكتوبر. طبعا بسبب الكوفيد 19 السنة الماضية كنا بملتقى الدولي العلمي واحد فقط. هذه السنة في بداية السنة فكرنا مع هيئة التنفيذ
في المؤسسة. كيف نتعاون مع المؤسسات أخرى أو منظمات أخرى؟ في بداية السنة استشرنا مع أستاذ حميد النعيمي مدير الجامعة، وكنا أولا نستشير مع مؤسسة المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية اللي هي آيكروم. قمنا باجتماع معهم أتينا بأفكار مختلفة، مشاريع مختلفة. وضمن هذه المشاريع كان الملتقى الدولي بهذا العنوان، وهكذا تطور الفكرة. جميل. طيب دكتور أحمد، يعني هناك أهداف سعيتم من أجل تحقيقها عند تنظيم هذا الملتقى، ما هي أبرز هذه الأهداف التي جاء من أجلها تنظيم هذا الملتقى؟ صحيح، شكرا على السؤال، وشكرا على استضافتنا عندكم في هذا البرنامج. بداية وددنا أن نحتفل باليوم العالمي للفنون الإسلامية، وقد حدد من اليونسكو ليكون في 18 من نوفمبر، وتم هذا في عام 2019، وأردنا أن يكون هذا الاحتفال الأول في هذه المناسبة، ونتمنى أن يستمر في السنوات القادمة. فأخذنا هذا اليوم العالمي وأردنا تطبيقه في بين مجموعة البرامج والجامعة يعني المنتديات الثقافية في الشارقة، ليكون مجالا للاحتفال في الفنون الإسلامية. ونهدف بذلك إلى أولا ربط وإيجاد جسور بين مختلف الثقافات في العالم، وربطها وتعزيز الحوار والثقافة، تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الأماكن الجغرافية الممتدة، بما أن التراث الإسلامي وخصوصا التراث الفني الإسلامي مهم جدا، وما أجمل من الفن لربط الناس وتعزيز الحوار بينهم. صحيح. دكتور مسعود، يشارك في الملتقى العديد من الخبراء من المتخصصين في مجال حفظ التراث الإسلامي وصونه وتقديمه، أبرز هؤلاء المشاركين؟ طبعا هناك في العالم الخبراء والعلماء متميزين في هذا المجال، في الفنون والتراث والثقافة. بعد استشارنا مع الآيكروم وصلنا، طبعا قمنا بدعوة أكثر من 20 عالم وخبير في هذا المجال، وبعضهم ما استطاعوا أن يردوا إلى دعوتنا. والحمد لله عددهم كان أظن 12 أو 13. اليوم ألقوا منهم 5، لأن الملتقى الدولي هي يومين. اليوم 5 منهم ألقوا محاضراتهم، وهم متميزين في مجالاتهم. مثلا على سبيل المثال، أول متحدث كان أستاذ إنجليزي، أستاذ أحمد بول كيلر. أستاذ أحمد بول كيلر أصبح مسلم في عام 1976. ما شاء الله. وهو متميز في مجال أنه قام بمهرجان العالم الإسلامي، واشتغل تقريبا 7 سنوات في هذا المجال. وانعقد هذا مهرجان العالم الإسلامي في عام 1976 في لندن في إنجلترا، وطبعا ملكة إليزابيث جاء إلى الافتتاح لهذا المهرجان. طبعا الدعم المادي والمعنوي جاء من دولة الإمارات أيضا في ذلك الوقت. نعم. وتجربة أستاذ أحمد بول كيلر عجيبة، جمع ما يقارب أكثر من 60,000 تراث إسلامي من أنحاء العالم، من أنحاء العالم يعني ليس أنحاء العالم الإسلامي فقط. وقام بعرض هذا، يعني هذه الفعالية ليست سهلة. وآخر مرة لما التقيت معه قبل سنة قال
بعد 4 سنوات أو 5 سيكون 50 سنة ما شاء الله لمهرجان العالم الإسلامي. وقال يعني إذا أظن عمره الآن ما يقارب 90 ما شاء الله. وقال يعني هذا من يعني من رغبتي أن أقوم مرة ثانية وإحياء هذا المهرجان العالم الإسلامي مرة أخرى بعد 50 عاما ما شاء يعني. الله. وهو كان من من متحدثين المتميزين صحيح. اليوم مثلا شخص آخر كان أستاذ الدكتور أمير باشيتش هو أصله من بوسنة والهرسك. نحن أصدقاء من زمان يعني أكثر من 20 سنة وكان عندنا مشاريع مختلفة. مثلا في عام 2014 عملنا جولة علمية في شهر أغسطس إلى طلبة الدراسات العليا وبعض الناس من مختلف الوزارات، جولة علمية إلى تراث والثقافة الإسلامية تراث وفنون الإسلامية في دول البلقانية تحت الشعار حضارة الإسلامية في البلقان. صحيح. وهؤلاء الناس كانوا 25 شخص ما شاء الله من السعودية من إمارات من الكويت وعملنا جولة وأنا كنت معهم في الجولة. وأستاذ الدكتور عامر باشج كان أيضا مسؤول عن إنشاء وتصميم وترميم الجسر في مصدر. أنتم تتذكرون أن هذا الجسر الذي لها معنى كبير في الحضارة الإسلامية دمر في خلال الحرب في البوسنة والهرسك وهو كان مسؤول أن يجد أحجار الذي وقع إلى النهر أخذوا أحجار ووضعوا إلى نهر وهو مشروع أخذهم تقريبا 7 سنوات يعني. ما شاء الله ما شاء الله نستفيد من هؤلاء صحيح الناس. سنتعرف على أبرز هؤلاء المشاركين كذلك ولكن أستأذنكم ضيوف الكرام لأنتقل لاستقبال هذه المداخلة الهاتفية من قبل الدكتور زكي محمد أصلان وهو مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة. مساء الخير دكتور. مساء الخير أهلا وسهلا. يا مرحبا دكتور حياك الله. دكتور يعني شعار هذا الملتقى كان الفكر في مستقبل الفنون والتراث الإسلامي وسؤالي دكتور ما هي التساؤلات التي طرحت للإجابة حول مستقبل التراث والفنون الإسلامية خلال المنتدى طبعا؟ نعم المنتدى طبعا الملتقى يستمر أيضا غدا برعاية صاحب السمو وهذا هو الملتقى الثالث للتراث الثقافي للعالم العربي. نهدف ومن خلال المناقشات التي حدثت اليوم وسنستكملها غدا إلى تسليط الضوء على جوهر ومعاني الفن والتراث الإسلامي بشكل يعني نشوف في المستقبل كيف يتم تطوير طرق التفسير والعرض والحفاظ على نحو يتجاوز يعني الصفات الجمالية لهذا الفن. فعلى سبيل المثال هناك مفاهيم في الإبداع في القطاع الفنية اللي تستجيب لاحتياجات الإنسان والحلول. اليوم كان هناك في مداخلات يعني توضح كيف كانت فن الإسلامي والعمارة الإسلامية هي حلول تكيفت مع السياقات المحلية والبيئية. ومن شأن طبعا هذا الفهم أن يوضح كيف يمكن أن تعرض هذه القطع على أفضل وجه في المتاحف وكيف تساهم أيضا المساحات أو الفضاءات المعمارية التي نعيش فيها في إثراء نوعية حياتنا. لكن الأهم من كل هذا أن تقدير هذه المساهمات ومعرفة الفوائد الثقافية التي تقدمها مثل هذه الفنون يعني في الحضارة الإسلامية للإنسانية يمكن أن يشكل أيضا أساسا للحوار والتعلم من الماضي وأيضا تعزيز التفاهم المتبادل بين الناس والمناطق المختلفة حيث كما تعلمون يمكن للتراث إذا تم فهمه جيدا أن يساهم في تحقيق الانسجام في هذا العالم الذي يسوده الاضطراب اليوم. نحن طبعا سعيدين بأن نكون شركاء مع مؤسسة الشارقة الإسلامية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين وأيضا دعم من المتحف الفريد للنوع. هو أنا أتكلم أتحدث إليكم من هناك المتحف الذي
أنشأه صاحب السمو متحف الحضارة الإسلامية التابع لهيئة الشارقة للمتاحف. هو في هناك معارض مهمة تؤكد أهمية هذا هذه المعاني وهذا الحوار الذي يتم من خلال المعارض التي يقدمها هذا المتحف. على سبيل المثال. طيب دكتور، يتزامن عقد هذا الملتقى الدولي مع اليوم العالمي كذلك للفنون الإسلامية الذي سيصادف يوم غد 18 من نوفمبر من كل عام. وهذا طبعا أعلنت عنه منظمة اليونسكو أتوقع في عام 2019. سؤالي، حدثنا عن أهمية هذا الاحتفاء بمثل هذا اليوم العالمي وأن يكون للفنون الإسلامية يوم عالمي يحتفى به. نعم، هذه الفكرة جاءت مؤخرا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، ونحن لهذا السبب غدا سيكون اللقاء التالي في جناح الأمم المتحدة في الإمارات العربية في دبي إكسبو. غدا هناك سيتم النقاش وإغناء هذا الموضوع من خلال الحوارات التي سيقدمها المختصين المختلفين، بهدف يعني مثل ما كما هو يعني موجود في العنوان، إعادة التفكير في مستقبل هذا التراث، وأيضا في من خلال فكرة التنوع الثقافي وأهمية هذا التنوع وكيف أغنى هذا التراث للحضارة الإسلامية الإنسانية بشكل عام. فأهميته تأتي من هنا، أهميته هو أهمية مساهمة الحضارة الإسلامية في العلوم وفي الفن والفنون وفي كل المجالات التي تعرفونها والتي يتم عرضها في هذا المتحف الفريد للحضارة الإسلامية في الشارقة. صحيح دكتور. ختاما، ما هي التوصيات المأمولة برأيك من هذا الملتقى؟ حقيقة نحن يعني هذا ملتقى فكري كما يعني أو يعني كما هو يعني معروف عنه يعني منذ أن بدأ تحت رعاية سمو في عام 2018. فالهدف منه طبعا هو الحوار والوصول من خلال الخبرات والمفكرين الموجودين معنا في كيف ومن خلال أيضا مكتبنا الإقليمي، لأنه لنا دور نحن كمكتب إقليمي في الشارقة للتعريف ولتوطيد يعني أفكار الحوار المتبادل بين الشعوب. ف يعني نتأمل أن يكون هناك توصيات لها علاقة في كيف سيساهم هذا الفن من خلال المعاني التي يحملها والرسائل التي يحملها والتي هي جزء لا يتجزأ من الحضارة التي وضعتها يعني وضعها الإسلام للإنسانية. كيف نوصل هذه الرسائل للآخرين وكيف أيضا نوصلها للأجيال وللصغار والناشئة في المدارس من أجل تقدير هذا الفن، وهذا ما نتوقعه من هذا المؤتمر بإذن الله إن شاء الله. الدكتور زكي محمد أصلان، مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكرم الشارقة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم. شكرا دكتور. دكتور أحمد، على هامش هذا الملتقى نظم معرض خاص كذلك لاستعراض بعض إنجازات الأساتذة والطلبة فيما يخص الفنون والتراث العربي والإسلامي، شاهدنا البعض منها قبل قليل من خلال اللقطات التي عرضت على الشاشة، حدثنا عن كذلك هذا المعرض. صحيح، كان أثناء تصميم هذا المؤتمر هناك رغبة وهدف بأن يكون للطلاب صوت ومشاركة في هذا المؤتمر وأن يكون هذا المؤتمر لهم أيضا. فكلفت وسعيد جدا بهذا التكليف بتصميم هذا المعرض والذي جمع طلاب من قسم الهندسة المعمارية في جامعة الشارقة مع طلاب من كلية الفنون
الجميلة والتصميم في هذه الجامعة، وأنا أدرس في كلا الكليتين، الهندسة المعمارية والفنون الإسلامية والتصميم الإسلامي والإماراتي. فكان من فكرة هذا المعرض أن يأخذ فكرة التقاء الثقافات والتقاء الحوارات وربطها مع بعضها. ومعروف أنه في الحضارة الإسلامية تجسد الكعبة هذا المفهوم بالالتقاء من خلال فكرة الحج، وحيث يأتي الناس من أنحاء العالم ليلتقوا وهم سواسية، ويكون الحوار والتعاون والإلفة الكاملة بينهم. يا سلام. فكان في منتصف هذا المعرض إذا ممكن بس تسمح لي، إذا ممكن نشوف لقطات من هذا المعرض اللي عرضت في التقرير. نعم. وأدعوكم جميعا الحقيقة لزيارته غدا في كلية في جامعة الشارقة ومشاهدة هذه المعروضات. فنرى هنا في الوسط نموذج للكعبة محاط ب يعني النموذج الوسطي يشابه الكعبة كثيرا، ولكن هذه النماذج المبسطة للكعبة كل واحدة منها تنتمي لثقافة بعيدة. فعندك مثلا الثقافة الإماراتية، الثقافة الهندية، كل هذه الثقافات موجودة كمنسوجات على هذه النماذج من الكعبة، وكل هذا يأتي من أحد البرامج في كلية الفنون الجميلة والتصميم لهذا النموذج المركزي للمعرض، وتحديدا من برنامج يسمى المدى في تصميم المنسوجات، وهذا البرنامج تقوده الدكتورة أندرا كليتن. ثم نرى حول هذا النموذج المركزي نوع من أنواع الجدران المتباعدة عنه، وذلك ليمثل أيضا الثقافات والأماكن الجغرافية البعيدة عن الكعبة والمرتبطة بها. ونرى هنا نماذج من أعمال طلابي في كلية الهندسة، في كلية الهندسة المعمارية، وخصوصا برنامج العمارة الإسلامية، وهو برنامج حديث جدا في هذه الكلية، وأيضا طلابي الآخرين في كلية الفنون الجميلة والتصميم في برنامج الفنون الإسلامية والإماراتية والتصميم الإماراتي. كيف تحفزهم دكتور على تقديم المزيد من الإبداعات سواء في مثل هذه المعارض أو في غيرها؟ شكرا على السؤال. الحقيقة الطلاب متحفزين جدا لهذه المادة، وخصوصا ربط الشيء الإسلامي بالشيء المحلي في المنطقة العربية وخصوصا في الإمارات، وهناك تعطش حقيقة من خلال مثل هذه المنتديات لمعرفة المزيد والمزيد عن هذه البرامج. فيعني مجرد أنهم يعرفون أنهم يدرسون ثقافتهم وتراثهم ويدرسونه بالعلاقة مع الأشياء الحديثة التي تحدث في العالم وفي الوطن العربي، فيرون الربط بين الأكاديمية والممارسة. فعلى سبيل المثال غدا سنلتقي في برنامج في الإكسبو، ومعروف الإكسبو أنها ستكون يعني تحمل الصفة العملية المرتبطة بالواقع. فالطلاب متحفزين كثيرا لهذا البرنامج. جميل. أريد أن أذكر على هامش أيضا هذا المؤتمر أو على هامش هذا المعرض أنه أيضا كان هناك مشاركة لأعمال متعلقة بالخط العربي، وكانت من برنامج متعلق بالتصميم الحروفي للدكتورة ندى عبد الله. فترى أن الطلاب عندما يرون أعمال فنون متعلقة بالفن والخط العربي والتراث والثقافة والعمارة والفنون، فيرون عالم متكامل يرتبط به كل الأشياء الجغرافية والثقافية والتاريخ والمستقبل. جميل جدا. دكتور مسعود، اليوم الثاني من برنامج هذا الملتقى سيكون في إكسبو 2020 في دبي، صحيح؟ نعم. ما هو برنامج ومحاور هذا اليوم اللي هو يوم الغد طبعا؟ نعم. محاور سيكون من مختلف التخصصات أيضا. بدأنا مع علاقة الثقافة مع الفنون والتراث، وغدا سيكون الأكثر شيء
الأشياء الجامدة، الأشياء الذي نحن سيعطي لنا توجيهات توجيهات إلى الجامعات إلى المؤسسات العلمية في المستقبل. هذه سيكون يعني هذا طبعا في جناح الأمم المتحدة. نعم جناح الأمم المتحدة. جميل. هل سيكون هناك أستاذ أيضا عن طريق الزوم يعني مشاركين بسبب أن عدد المشاركين حضوريا محدود 40 شخص، ولكن اليوم لاحظنا أن المشاركين عبر الزوم كان من أنحاء العالم ما شاء الله أكثر من 250 شخص ما شاء الله ما شاء الله. وغدا أيضا نتمنى أن سيكون مشاركة إذا ما كان أكثر من هذا العدد يعني. صحيح. نعم. صحيح. يعني ما أهمية نقل مثل هذه الخبرات وهذه التجارب وهذه المشاركات سواء من الأساتذة يعني والعلماء المشاركين في هذا الملتقى أو كذلك من نتاج الطلبة والأساتذة في الجامعة للمشاركة في مثل هذه التظاهرات العالمية سواء إكسبو أو حتى التظاهرات اللي توجد خارج الدولة أحيانا تشاركون بها؟ اليوم واحد من المتحدثين ذكر أن علينا أن نعلم المعلمين. صحيح. وكان التركيز إلى طبعا هناك خبراء معلمين يدرسون الفنون والتراث الإسلامي، ولكن بقيوا في نفس المستوى. هناك التغيرات في العالم يعني التغيرات في التقنية يعني، و أيضا التعامل مع التخصصات أخرى. مثلا أيضا ذكر في اليوم أن هناك تعاون علمي ما بين 25 تخصص يعني من هندسة إلى الطب إلى البيئة. يعني هذا ليست سهل أن نجمع. صحيح. وعلينا أن نعلم هؤلاء العلماء الذي مثلا علماء البيئة أن البيئة لها علاقة مع التراث، البيئة لها علاقة مع الفنون، كيف نحتفظ. صحيح. يعني هذه حلقة كبيرة علمية. إن شاء الله سيكون مستفيد. إن شاء الله. دكتور أحمد، يعني ذكرت لي عن هذه التخصصات الجديدة المستحدثة مثل العمارة الإسلامية، مثل التخصص اللي ذكرت لي اللي له علاقة كذلك في الفنون في دولة الإمارات. الفن الإسلامي والإماراتي. أها. جميل. يعني حدثني عن مثل هذه التخصصات، مدى الإقبال عليها وحرصكم على كذلك صقل هذه المواهب الطلابية بعرض مشاركاتهم داخل وخارج دولة الإمارات. الحقيقة يوجد إقبال شديد عليه. فمثلا العمارة الإسلامية هو برنامج إلكتف اختياري بالنسبة للطلاب، ورغم ذلك كان مليء يعني ما شاء الله. تم تعبية المقاعد كاملة 40 طالب في هذا البرنامج. هو خيار لتخصص الهندسة؟ هو خيار. نعم. ويعني هذا يدل على أهمية يعني هذا البرنامج بالنسبة للجيل الواعد المقبل عليه. ونرى أيضا أن كلية الفنون الجميلة والتصميم قد أنشأت بشكل ابتكاري برامج مثل الفن والتصميم الإسلامي والإماراتي. فأنت تجمع الإسلامي مع الإماراتي، تجمع الفن الذي يشمل الوطن العالم الإسلامي ككل، ولكن أيضا يأخذ بعين الاعتبار النطاق المحلي في حال الإمارات. فهذه البرامج عليها إقبال شديد، ونرى أن الطلاب بنهم للتعلم في هذه الأمور. يعني وأنا سعيد أن مثل هذه المنتديات تدعونا للتعاون أكثر وأكثر وأكثر بين مجموعة كبيرة من الاختصاصات. وأتأمل ويعني أعرف ويعني أن هناك قريب في المدى القريب ربما برامج متطورة interdisciplinary متعددة الاختصاصات تجمع العمارة مع التاريخ مع الفنون مع علوم الفضاء
مع الشريعة طبعاً إن شاء الله. ونحن بإذن الله سنسلط الضوء على مثل هذه التجارب الثرية التي تعرض من خلال جامعة الشارقة أو حتى نظيراتها من الجامعات التي لها ارتباط مباشر مع جامعة الشارقة. أنا أشكركم جزيل الشكر الدكتور مسعود والدكتور أحمد مع حفظ الألقاب. شكراً جزيلاً لكم. حياكم الله. يحفظكم.